اهلا بكم كل عام وانتم بكل الخير والسعاده. رمضان كريم. جولات هذه المره تطلع عليكم من اليمن، تحديدا من العاصمه صنعاء. انا هنا حيث اتواجد في باب اليمن، سناخذكم مشاهدينا الكرام في جوله للتعرف على مدى الاقبال على الاسواق الشعبيه الرمضانيه وكيف هو الاقبال خاصه مع قرب عيد الفطر المبارك. تابعونا. صنعاء القديمة أسواق في صنعاء القديمة في هذا الأيام بالذات يعني في كثافة في التجارة في صنعاء القديمة في الأسواق حتى لأن متنوعة الأسواق. تكون في رمضان غير كل الاسواق، منها منتزه ورزها ومنها تسوق ومنها كل شيء في رمضان. رمضان بغير الاسواق القديمه لا يسوى.